أنا مأكد وما حدا يقنعني غير هيك إنه سيما أختك هي السبب بموت بيك. ليه بتقول هيك؟ لأنه موتة الغالي منا موتة طبيعية، والوصية اللي عملها ما كانت بوعيه. أنا بشارت كانت مشربته شي مخدرته حتى يبصم بهيدي الطريقة على ورق التنازل لمصلحتها. معقول تعمل هيك؟ معقول ونص حياتي، معقول ونص، ما في غير تفسير. لو ما هيك كانت عطيتكن حقكن أنت وإخواتك وبلك لها الشوجرة. لا مش مصدقة الخبرية، سيما ما بتعمل هيك. صدقي حبيبتي صدقي، أنا ما بلاقي تفسير تاني. الغالي كان يحبكن، مش معقول يظلمكن. اي مزبوط، كان يغنشنا ويحبنا كتير. ليك نحن شو بدنا نعمل؟ دانا اعملي لنا فنجان قهوة بليز. يارا هيدا الولد لازم نروحه، بكره بيكبر ببطنك وبصير صعب نعمل العملية. عم تستوعب علي؟ حبيبي طارق هيدا ابني وابنك. بعرف، بس مثل ما الله بعث لنا اياه يا حبيبتي، بكره بيبعث لنا واحد غيره، بس هيدا بالتحديد لازم نروحه، واليوم اليوم قبل بكره. اليوم بدك تروحه؟ ايه اليوم. أنا بعرف حكيم مختص بهالقصص، بتفوتي على عيادته ساعة زمان كل شي بكون خالص، شوكي وانقلعت. طارق عيون طارق حبيبتي أنت، اسمعي مني، نحن مش مجوزين. بكرة هيدا الولد بيكبر ببطنك وبيبلشوا العالم يحكوا، تتبادل أنت قبل ما أتبادل أنا. عم تستوعبي؟ ليش تنتبهدل؟ يا حبيبتي نحن مش مجوزين، شو ليش لنتبهدل؟ بليز بليز بليز، مش انت بتحبيني؟ بليز يلا قومي معي، قومي تعي. دانا انتبهي للبوتيك انا راجع. عينيك عشرة عشرة. صباح الخير حكيم. صباح الخير. كيفك؟ شو اخبارك؟ تفضلوا. مرسي. ادي ادي حبيبتي ادي. والله شو بدنا خبرك يا حكيم، انا ومرتي مجوزين جديد، وبتعرف نحن ما كنا مقررين يكون عندنا ولد، حبلت بالغلط، فقلنا بدنا نروح الولد هلا، ان شاء الله بعدين نرجع نجيب غيره. وقد ايه لك حبل مدام؟ ماني مأكدة دكتور. طب تفضلي معي لحتى نعمل ايكو.